اوكي خلونا نبدا مع اول سؤال اللي ا بي بي رير تام سي اول ماك زيرو بي اكس اللي هي اكس كاري ار تي اي اكس ار تي زيرمي بولو اكس ار تي بي بي اكس بولينوم olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır لما هو قال لي انه البي اكس بولينوم هاي نقطة جدا أساسية ومهمة معناتها البي اكس لازم تكون تتقسم على هذا الشيء اللي تحت وهون أنا لازم أفكر بشيء شو الشيء؟ اللي هي تبع إنه x كاري ار تي ا x ار تي يو زيرمي لازم أفكر بأعداد يكون جمعه هو ال a وضربه هو ال 120 فأنا لحقق هذا الشيء لازم أكتب مين؟ لازم أكتب البولين لير تاع ال 120 أول شيء لحلل ال 120 بس العوامل الأولية هي على 2 60 على 2 30 على 2 15 على 3 5 5 1 فال 120 هي عبارة عن 2 أس 3 ضرب 3 أس 1 ضرب 5 أس 1 لهون سؤالي لإلك يا سنة كان في قانون بيقول لك إنه بولين لارنسيس أو بيقول لك ال شو اسمه مجموع البولانلار هاي بولين أو لارن عددهم بولين لارنسيس آينين عدد البولين لار عدد البولين لار شو كان القانون متذكرتي؟ كانت يمكن 3 زائد 1 و 1 زائد 1 ضرب 1 زائد 1 بس 3 زائد 1 ضرب 1 زائد 1 ضرب 1 زائد 1 فكم بولين أنا في عندي؟ 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 والجواب هو 16 ليش؟ لأن الموضوع متعلق بعدد البولين لير على قد ما في عندي أنا بولين لير طلع عندي حلول طب ممكن ما يطلع يساوي الـ A شلون ممكن ما يطلع؟ لا رح أقول لك ليش لأنه ليش؟ مثلا أعطيني أي عددين ضربهم 120 مثلا 60 و2 فأنت كان فيك تقولي 62 x كاري أرت 62 x أرت 120 بولو x أرت في نحط x أرت 2 صح؟ ليش حطيت إيكي طيب؟ فيني حط اللي بدي اياه بعدين بروح ال x أرت 2 مع ال x أرت 2 شو بصير؟ بيروحوا مع بعض، بس على فكرة حلي فيه شيء من الخطأ، شو هو؟ شو؟ إني أنا حسبت البوزيتيف بس لسه في النيجاتيف، صح؟ النيجاتيف بولان لار؟ هن النيجاتيف بولان لار هن قد البوزيتيف بولان لار، فالجواب أوتوز إيكي. سوري أنا ما يعني لا ما في يعني انا اعطيت الالت مش اكي مثال فيك تحطي اي مثال 10 و12 مثلا بتصير اكس يعني كاري بتصير اكس كاري ار تي يرمي اكي اكس ار تي يرمي بعدين فيني احط مكان الباقي اي شيء فيني احط 10 وفيني احط 12 فبهذا الشيء انا بستكشف انه بعدد البولين لير في عندي للآ حالات تمام بس ثواني شوي بعدد البولين لير لا مو بعدد البولين لير الجواب 16 رح اقول لك ليش هو نص عدد البولين لير هو نصه تعرفي ليش؟ لانه قال لك ان على بلا جي لو قال لي بي اكس على بلا جي كنت اوكي بس لانه قال لي الالت مش اكي روحت 2 بولين صح؟ كيف يعني روحت 2 بولين؟ اخذت الالت مش واخذت الاكي ها اوكي مثلا تمام اللي يرمي اكي حتاخذ الاون وحتاخذ الاون اكي فاخذت كمان اكي بولين هي بيكون عدد الا قد نص عدد البولين 8 وفي عندي النيجاتيف فبيطلع جوابهم 16 في مشكله؟ طيب اذا كان سالب شلون يعني سالب؟ يعني اذا كان البولان لار سالب قصدك فردي؟ يعني لا تشيك؟ يعني نيجاتيف او نيجاتيف مازن ما هي الأونالت إتشين ده هم نيجاتيف هم بوزيتيف ده وار آه.
Yani A pozitif, A 8 tane pozitif değer alabilir. Hem de 8 tane negatif değer alabilir. Tamam. Çünkü Tamam. bölenlerin yarısı. Tamam, devam Tamam. ediyorum. Garip bir soru. Hangi kitaptan buldun? Hay ورقة عمل. ماي Güzel كتاب. ama soruyu anladın değil mi? Evet. Tamam, kemel suali ba'du. اثنين أس عشرة، اثنين أس ستة، سنوجو كاتشتر، إكس يوتش، بي ثانية لطفا، في أكثر من طريقة صراحة، أحد الطرق اللي خطرت ببالي يعني مبدئيا فيني هلا انا افكرك ارقام واليوز 24 ارت 64 اكس يوتش بعدين واختصر مع التصبير حيطلع معي جواب من هدول اجباري. تمام، الارقام سهله، هفكر بطريقه يكون فيها اختصار. اكتب اكي بلس باش كاري ارت اكي شاربي اكي بلس باش eksi 3 bölü 31. Tamam mı? Güzel, tamam. بعتبرها مثل كأنه في عندي x مربع و2 x ناقص 3. ها صار بتصير فيني مثل متطابقة. ما لها متطابقة، بتصير بدور على عددين ضربهم ناقص 3 وجمعهم 2، مين هم؟ اكي اس باش ار تيتش ناقص. شاربة اكي اس باش اكسي 3 اكسي بير عفوا، لو 3 ضرب ناقص 1 ناقص 3 3 اكسي بير 2 بولو 31. 2 اس 5 32 ناقص 1 هي اللي بتعطيني 31. 2 اس باش 32 ارتي باش 31 مفهوم؟ ايه استاذ، ممتاز، تعال نكمل. اوكي، رجعنا لكتابنا. جي اكي شو هو؟ لك النقطة اتش جي اتش هو ديرت. تمام، بده اف او جي 3 اف اف او جي اتش جي اتش لك هاي النقطة هي ديرت. طب وفي ديرت صفر ف باش اكس يوتش، والجواب اكس يدير لانه هي معناتها ال اف او جي 3 معناتها اف جي 3 معناتها اف 4 وجوابها صفر، عشان تعرف من الصفر اجت، هي الوحيده اللي فيها فكره. تمام تمام وجه. تمام ديفام ديروس، وهذا جوزيل بيسورو. في 6 شو هو؟ مو مكتوب مو مكتوب. فعل. طب احكي لك نقطة عن الالتا. الالتا مو هي النقطة اللي بيلتقي فيها الجي مع الفي؟ ايه اما بثانية تفهم اكتر باشكال شيء قال ده هي في اكس ار تي اكي. صح، كيف يعني؟ هي النقطة هي اف اكس ار تي اكي، ما لا اف اكس، هذا الفونكشن. إيفت فلحتى يعطيني التا شو بكون حاطط انا مكان الاكسات؟ 4. 4، معناتها اف الاربعة قديش؟ لا ليش عملت هيك طيب؟ ليش عملت هيك؟ لانه انا شو اللي بيعطيني التا لما تكون الاكس 4؟ على ضم يعني اكس دورت اولدون في التا تشكر. Çok anlamadım. Neyi anlamadın? Yani tam neyi anlamadın? Yani hala هي لأني بلشت من الستة، بس لأن الستة هي الإكس ما هي الواي. لا لا، الستة هي الإكس مو الواي، بس أنت فكري بنقطة، هو قال لك في ألت. طب هي إمتى بتعطيني في ألت؟ لما تكون الإكس تبعده. لحظة شوي. لم أوكي يعني
هي ما تكون في ديرت ار تي اكي، لو في هون عندك ار تي اكي، فبدور على النقطة الاكسات هدول. تمام تمام هلأ فهمت. أوكي طيب تمام. هلأ بدي الترس فونكسيون، بدي الانفرس فونكسيون تابع العكسي للجي عند الصفر، يعني النقطة اللي وياتها صفر شو اكساتها لك؟ أستاذ ليش صفر؟ مو قلنا أربعة؟ لك لا لا، حليت أول واحدة حطينا مكان الإكس أربعة. صفر، لا لا مكان الإكس أربعة، بس شو وياتها هي؟ ليه تبع تمام صفر. صفر. هلأ الترس فونكسيون للصفر يعني الجي وين وين اللي تبعه صفر؟ هون عند الإكس آلت، هي إكس آلت كولاي. الخطوة اللي بعدها هون هي اللي فيها كل الشغل، هي اللي فيها كل الفكرة، حتى طلب مني الترس فونكسيون عند الثمانية، بس أنا ما لعطيني الاف اكس عند الثمانية، أنا هون شو لازم أفكر؟ شو الشيء اللي بيعطينا 8؟ شو الشيء اللي بيعطيها 8؟ هو الستة، لكن النقطة مكان الإكسات ستة، بس أنا ما معي إياها أصلاً. هون بقى بصير بدي أكتب معادلة المستقيم اللي هي بقول X بولو دورت R T A بولو X إيكي، صح؟ إيش التر؟ كبير، قانون تبع X بولو النقطة القاطعة مع الإكسات، Y بولو النقطة القاطعة مع الواي، تعطيني بير. هلأ بدهم الـ Y شو تكون؟ 8. 8. بس أنا هون مو بس إكس عندي، كأنه هون هون في عندي إكس آر تي إيكي، صح؟ هاي النقطة كتير مهمة، أنا مكان الإكسات عندي إكس آر تي إيكي، ها منعوضه بإكس آر تي إيكي مكان إكس آر تي إيكي بولو دورت إيش التر؟ باردون إيش التر ديل آر تي، عشان بس هالخطوة خطوة سكيز بولو أون إيكي، باردون بولو إكس إيكي إيش التربير سكيز بولو اكس ايكي اكس دورت، على الطرف الثاني بتصير دورت، حيطلع عندي اكس ار تي ايكي بولو دورت ايش الترباش. الخطوة اللي بعدها اكس ار تي ايكي ايش التر يرمي، معناتها الاكس هي اون سكيز، يعني شو مبر باردون لازم تطلع يرمي إيك، باردون بين بيانلش بيانلش لك يابتو. هرجع عيد السؤال الأول، أول خطوة صح بس مشان ما نتخربط، بس حايد كل شيء. تمام تمام اوكي. هي قال تعرفتي كيف طلعناها صح؟ هلا هي ايه خطوة خطوة، جي اس ناقص واحد ل اف الت، شو النقطة اللي بحطها مكان الاكسات لتعطيني الاكس؟ هي ستة أربعة أربعة ليك النقطة، يعني واياتها شو صفر، فصر أنا عم دور على جي اس ناقص واحد للصفر واللي هي هي النقطة اكس الت، صح؟ صح. طيب رح سمي هدول اكس ار تي اي كي، او ما في داعي اسميهم شيء، حاتركهم مثل ما هن مبدئيا، حاجي اكتب معادلة المستقيم تبعي اللي هي بتقول اكس بولو ار تي اي بولو، بس ما في داعي اكتب اكس بولو ار، بكتب اكس بولو دورت ار تي اي بولو سكيس ايش التر؟ ايش ها التر شو؟ استاذ يا بلو اكس اي كي باردون باردون بولو اكس اي كي، تخربطت شوي. هلا طلبوا مني احط مكان الياي سكيز، قول لهم اوكي هي اكس ديرت ار تي سكيز بولو اكس اي كي ايش التر بير اكس بولو دورت ايش الترباش، واضحة انه هي ناقص اربعة حاخذها على الطرف الثاني، والاكس يرمي، شو معناتها الاكس يرمي؟ خليني بس اوضح هاي النقطة، معناتها هون في عندي نقطة الاكسات تبع يرمي هي اللي بتعطيني السكيز، تمام؟
بس هو هذا مو جواب. ليش هذا مو جواب يا أستاذ؟ ما ليش توضح لي ليش هذا مو جواب؟ أنا حقول لك ليش هذا مو جواب. يعني جواب هو مو يرمي، لأنه لو فرضت أنا أنه في عندي، أنا صراحة لو شرحتها على رسمة أسهل بعدين جيت حليت هذا السؤال كانت أوضح، فأشرحها مو مشكلة. لو قلت لك ال FXRTEK إيش التر يا في مشكلة؟ تمام. فما باخذ هلا الترس فونكسيون الفي اكس كبير للي تبعي شو بتساوي؟ اكس ار تي كي صح؟ صح. انا هون في عندي نقطة اللي هي 20 8، لو حطيت مكان الي 8 يعني في اكس كبير سكيز شو بتطلع ايش التير؟ بتطلع ايش التير يرمي ار تي كي، بتطلع يرمي اكي. في مشكلة؟ أوكي معناتها هي جوابها يرمي إيكي وهي جوابها إكس ألتا، يطلع الجواب أون ألتا. طب ليش لما عوضت إكس زائد 2 كانت غلط؟ غلط لأنه كان لازم أعوض إكس ناقص 2. تعرفي ليش؟ لأنه إذا بدي حلها بهذيك الطريقة كنت لا أتخلص من إكس زائد 2، بدي أقول إف ها إكس لازم أعوض مكانها إكس ناقص 2. مشان ترجع اف اكس لحالها، بس ما في داعي. تمام. جماعه ما تفوتي بهديك، هديك بتلخبط. يعني صراحه انا تلخبطت فيها اول شيء، اني ما حليت خطوه خطوه. انا اول شيء شو عملت؟ لما عرفت هي اليرمه، شو بكون عرفت؟ بكون عرفت شغله واحده، انه النقطه اللي الياء تبعها 8 الاكس تبعها يرمه، تمام؟ تمام. حتى اذا بدك ممكن اكتب لك اياها بشكل اسهل من هيك. ها؟ انا عرفت النقطه اللي الاكس تبعها يرمه، قديش الياء تبعها؟ 20. لا الاكس تبع 20 عفوا، قديش اللي هي تبع 8؟ 8. حطي لي مكان الاكس 20، تقولي في 20 زائد 2 يساوي 8، معناتها في 22 8، معناتها الترس فونكسيون لل 8 شو بتعطيكي؟ 22. صح. طيب كمل. استاذ إيكي آ آر تي بي إيش التر آ آر تي بي؟ بيش آ جي إيش التر آ آر تي جي؟ جزال بكوز بي جي إيش التر بي آر تي جي؟ أكثر ما بشي قلده شارفل شارب فالم دديم آندا إكي آ كاري ثواني باردون بثاني بس عشان ما نتخربط. إكي آ كاري بي كاري جي كاري يلا تشارب يلا هزر. شو حنعمل؟ حأضرب أول تنتين وأقسم على الثالثة. كيف يعني؟ شوفوا الطريقة. هقول إكي آ بي شارب دو كوز بي جي بولو بش آ جي إيشت. هضرب اللي فوق مع اللي تحت نفس المبدأ. آ آر تي بي شارب بي آر تي جي بولو آ آر تي جي مثلا. مشكلة toplayarak yapardım. Çıkararak olmuyor. Tamam. Ruhan al al cecet. 18b kare. 18b kare. 17b kare. ab. Bir saniye lütfen. بارد. بكله دورت آ كاري بي كاري
اقربي هدول ثانية، يا تشار بارك يا اصلا توب ليرك رح ينحل السؤال. بس لهيك ثواني بس، انت هدول فيهم جا فكر بس طريقة الضرب قبل ما أكمل فيها. شو بهيك بعد نقط الأسئلة وقت بيكون في طريقة بس ما شو هي؟ بعرف إذا هلا شو إذا هي؟ حطينا الاثنين آ ب للطرف الثاني بيصير عنا متطابقة، يعني آ إكس ب للتربيع تساوي صفر، ففينا نقول مثلا آ ايه تساوي بس بده يكون آه كاري وبي كاري، هدول آه وبي لحالهم بدون الكاري، ما استفدنا شيء. لا، يعني بتصير متطابقة، بتصير آ ناقص ب للتربيع هي صفر. لا 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 فالآ ما بتزبط ما بتزبط ما بتزبط، بيكون يا سنة بيكون في عندك آ كاري وبي كاري، هون لا في الآ كاري ولا البي كاري، فما استفدنا شيء. آه صح، دور الله دنو بني فكرة، هون في كتير عم يختاروا الأفكار، مثلا إني آخذ الآ بي آخذ البي على الطرف الثاني، هون بتصير إشي كتير آ، فيني أطلع البي لبرا بتصير إي كي آ إكس كبير ايش التر ا آه. في طريقة ثانية انه خمن، بس صراحة انا بحاول بعد لان قدر الامكان تخمين. ما استفدنا شيء. تمام خلي بس هذا السؤال، بس هذا خليني أفكر فيه لحالي مشان ما أضيع وقت أهل المحصة، بعت لك حله لأنه صراحة بده يعني بده تفكير، بده مثلا طريقة، أو بدي أفرض أرقام، بلش أفرض من عندي من هون تمام للأول ب مثلا 3 و5 و15 3 و5 و8 1 و2 ليس بدي جنب صراحة بدي أجرب فيه. تمام ميتش ميتش شارب إكس إكس مي بولوني ميت شارب اكس اكس يعني شفتر اكس، ما في حل غير اول شيء واحد مقامات بشكل سريع، بتصير مي كاري شارب اكس اكس مي ارت مي كاري شارب اكس اكس مي بولوميت شارب مي شفتر اكس مي كاري شارب اكس اكس مي كوب ارت مي كاري شارب اكس اكس مي كوب بولي مي شارب مي اشتر اكس جزء. بعدين هأضرب اتش لارج لار. طب مالكم متضايقين من اللون؟ انا نفسي ما شفته، ليش ما بتحكوا؟ مستحيين. طيب اتش لارج لار مي كاري اكس اكس مي كوب، هي مالها كاري هون كوب ارت مي كاري اكس اكس مي كوب اشتر مي تشارب ني تشارب اكس، هاخدهم هدول على الطرف الثاني اللي فيهم اكس واللي بلا اكس على هذا الطرف، هيصير عندي مي كاري اكس
اكس من اكس ارتني كاري اكس اشتر مي كوب ارتني كوب، هي عبارة عن مطابقة. مي ارتني شارب مي كاري ارتني ني ارتني كاري، هون لو طلعت الاكس لبرا حيصير عندي سيمو ارت، هي اكس عفوا قدام الميني، بس اخطأت كتابة الإشارة. مهم، هيصير عندي x شارب ني كاري x ني شارب ني ارت ني كاري، هتروح هاي مع هاي وال x اش الترمي ارت ني. زور ميدو، شكرا. تمام استاذ، كمل شو كمل عم أقول حل؟ نفس السؤال مرة ثانية، ما في داعي. زد اكس بس اجمعيهم مع بعض، هدول كلهم لو جمعتهم هدول اللي هم بتعرف شو مجموعهم؟ شو مجموعة؟ عبارة عن مطابقة مشهورة x و y و z كاري، هي حيطلع عندي x كاري و اكي x y و اكي y z و اكي z x، حيطلع هون. هلا انت فكر فيها بالضربيان، z x و z x حيطلع معك اكي z x، z y و z y اكي z y x y و x y اكي x y، وهم ما علينا عرفتي، بس تفكيهم حيبينوا معك، هي نفس هاي المطابقة. 3 و 3 6، 6 و 5 11 و 4 15، 256 مع ال x ال y ال z 16. 16 مزه، كمل نفس السؤال، انا بخطأ اكرره. x يرمي لو كوز x يرمي x اون بير x وسي كي اس اون بولنا من x x يبير ما bölün bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Oha. Ha, fini hatta cevap bir. Halas. Easy. Tarif şu amelet. Ameli lo kassamet. لو قسمت هاد على هاد شو بيضل الكلام؟ انا لما اقسم على البالونين فيني اخذ بالونين شوف وين بصير صفر، البالونين بصير صفر عند هي، في مشكلة؟ عند البير يعني رح نعوض واحد. ايه بس عوضت واحد طلع جواب واحد. اوكي لو هو بس انت لحتى تطلعي الكلام تاخذي البالونين شو بتخليه؟ خليه صفر، شو خليه صفر، هذا وين بصير صفر؟ عند الواحد، حطي واحد بيطلع الجواب واحد. بطلع أربعة. سوري باردون، بيطلع أربعة، بيطلع أربعة أس عشرة يعني اثنين أس عشرين، يعني شلون طلع معي واحد ما بعرف استعجلت، اثنين أس عشرين، بيطلع أربعة أس عشرة يعني اثنين أس عشرين. هيطلع 4 أس 10 يعني 22، بس خلاص الأسئلة، هذاك السؤال رح أرجع أشوفه بعدين. طيب أعزائي باقي الطلاب اللي قاعدين معنا بالصف، شو عندنا أسئلة؟ صورو صورو ماكس تاني يوكو تسنيم، تسنيم مو هون، ما في غير سنة ودانا ونور. دانا في عندك أسئلة؟ لا لأنا عم بدرس امتحانات المدرسة فما كتير عم بقدر حل. جزال نور نفس الشيء استاذ، نفس الشيء. سنة ما عندك غير هدول الأسئلة؟ لا عندي بس قلت ما أبعتهم كلهم مشان بقى. لا خلص ابعتيهم عم يستفيدوا. يلا
تمام يلا. انتوا اخدتوا امبارح مع الاستاذ ايمن ال تراب أخذنا تريفي بتردنسنا. القسم الأول بس. ابعتوا لي اسئلتكم مبدئيا. رأيكم نحل لكم شوية أسئلة تراب بينما صديقتنا تبعت الأسئلة؟ حل لكم شيء الأستاذ من أسئلة الجامعة؟ والله حاسكم أنتم ما كنتم امبارح في الصف. نعم بلا كنا. كنتوا بس نايمين. لا كنا مركزين بس ما سمعت بآخر شو سألت. عم أقول حليتوا أسئلة الجامعات مع الدكتور أيمن؟ يمكن لا. أستاذ ما حلينا هون. طب حنحلونا كل حال. ما عندك غير هذا السؤال؟ لا عندي بس عم بجمعهم ثواني. هي عم بجمعهم يعني بتحسسك ما في لسه شي 50 60 سؤال. لا أكيد ما رح أبعت 50 سؤال. غندير بالرسم زات ان تشوز ميجاس اللي صورو غندير ان تشوز ميجاس. أسئلة الجامعات هون هنا آخر صفحة بيكونوا بهذا الكتاب صح؟ طيب تعالوا نبدأ معكم بهيك سؤال لطيف. هل أسئلة الجامعات نرجع نكمل بأسئلتكم؟ اوكي بهذا السؤال هو سؤال جامعة أوندو كوزمايس في 2019. سألت أوندو كوزمايس سؤال غريب. قالت أوندو كوزمايس للطلاب يوكارديك شكل ده في فونكسيون جرافين برنشتر buna göre eksi 5 ile 3 aralığındaki kaç nokta fonksiyon türevsizdir? Ne fila irca ara bil İngilizce. Has kul vahid ikkara ola hal. Bu fatihin ders tehceye. Ehlen ya tesnim. Nadetlek abi şöyle slatta anı ders. Andek esile? La, fi ders hada ma indi esile. Bgayr dros tayye? Bil math one. تدرسي ماث هون يعني كيف الدراسة؟ عشان الامتحان حلو ماشي حلوة الدروس اللي قبل اتضحت انها سهلة. ممتاز ممتاز جدا. ثواني بس اوكي استاذ في 6 نقاط. 6 نقاط صح. ثواني بس القلم عندي كأنه وقف التعريف تبعه ما عم بقدر أحرك القلم على الشاشة بس ثواني. اوكي يعني شغال الماوس بس القلم عم يكتب just a second.
طيب أوكي، بالنسبة لهذا السؤال أذكركم بنقطة. بداية أكيد شرح لكم الدكتور أيمن إنه الاشتقاق هو عبارة عن شو بالفونكسيون. لو عندي X و Y في عندي هيك فونكسيون وبدي أحسب التوريف عند هاي النقطة، عبارة عن شو التوريف بيكون عند هاي النقطة؟ بيكون عبارة عن ميل المماس، يعني بيكون هيك في مستقيم بيمس هاي النقطة بيكون هو الميل تبعه، تمام؟ يعني لو هذا اسمه دي واحد، طبعا هذا الاف اكس تبعي وهي النقطة A. فلما أقول اف فتحة عند ال A يعني أقول derivative of f x at a، لما أقول if x a the derivative شو بكون قصدي؟ بكون قصدي ميل المماس يعني m دي واحد، تمام؟ اللي هو تانجنت الزاوية اللي بيعمل المماس، حتى إذا بتكون دقة هو تانجنت هاي الزاوية. صرت بتعرف شو يعني تانجنت. لهون حدا عنده أي مشكلة؟ بس كنت سؤالان فارمة أستاذ ممكن تعيد بس كنت ببعت الأسئلة. أوكي، عم قول التوريف لأي فونكسيون عند نقطة معينة هو الأيم، هو الميل للمماس للتيات عند هاي النقطة، يعني بقصد عند هاي النقطة A. A نقطة دابير تيات فاردر، شو دابير؟ دابير ان أيم اشتشو فين التوريف A دا الله دنو تركشان بوك هدر ما كتير. تمام، برجع بيك تراحت عليك نص اللقطة. في هذا ال fx، تمام؟ هذا الأزرق، تمام. في عند هاي النقطة تيات، طيب شو هي تيات؟ يعني مماس. مماس الميل تبع هذا المماس الأيم تبعه هو التوريف تبع ال fx عند هاي النقطة A. ها أوكي. في تاني ده هتشيزي سبب نقطة ده، يعني هو أي التيات بيلمس بنقطة واحدة، هذا اسمه ديك، هاي النقطة اسمها بي، اشتا اف اكس تريفي بيدا هو نفسه ميل الديك، تمام؟ هو نفسه الايم للديك زور ميدو. خير شوكي. حتى على فكرة إذا بتلاحظوا شغلة، أنتوا بتعرفوا إنه لما يكون المستقيم دوروسال لينير يكون مايل هيك على اليمين بيكون الأيم تبعه بوزيتيف، لما يكون مايل على اليسار بيكون الأيم تبعه نيجاتيف. فليك بيقول لك لما يكون الأيم بوزيتيف بيكون هو شو آر تان بيكون عم يزيد، لما يكون تعال الأيم نيجاتيف بيكون أزالان بيكون عم ينقص. تمامنا؟ تمام وجه. تمام شوكي. شنبي بي فونكسيون ده هاتشيز جي اشتبويا ودا اكس، لو رسمت لكم فونكسيون هيك بو نقطة ده بير تيت وارم يوك هيتش يوك، مستحيل يكون في تيات. ايش بهي النقطه في تيات في مماس؟ مستحيل. تعرفي ليش؟ هاد مماس اشتوى، هاد مماس وهاد مماس، وفيك تقولي هاد مماس ليش؟ كلهم مروا من نقطه واحده، ما مروا من نقطتين من الفونكسيون. كلمه تيات يعني بيمر من نقطه واحده من الفونكسيون، بيكون ما بيمر من نقطه ثانيه. اشتبوا تيات من ما في تيات واحد من هاي النقطه، لانه ما في عنده اصلا ايم. اذا بتلاحظي، إذا تلاحظي إنه هي هيك عاملة زاوية حادة، تمام؟ يعني عاملة دي كاتش، فمستحيل يكون في عندها أيم، مستحيل يكون في عندها تيات حتى. هلا هيك لو رحت لسؤال، طبعا هو الموضوع أعقد من هيك بالرياضيات، تمام؟ هو الموضوع لحتى يسألني إنه شو النقاط اللي بيكون عندها تابع ما في له اشتقاق، هذا لحاله له علاقة بالليميتس وهيك. فأنا حاولت بس التعريف قد ما بقدر، بحيث إنه أنتم هذا لازم تعرفوا، ما لكم مضطرين تعرفوا كل شيء.
تمام، وبياخد وقت، بياخد منكم مجهود دراسه، وبالامتحان بياخد مني وقت حل. انا دائما مين هو العدو الاساسي يا طالب اليوس؟ السؤال اللي بياكل وقت. فالسؤال اوندو كوزمايس لما قال لي يوكارديك شكل دفي فونكسيون غرافيفر المشتر، المهم كاتش نقطه ده فونكسيون توريف سيزدر، يعني ما في اوتوريف. قال له اهلا وسهلا، جيت اعمل عدد اشتبه، هاي النقطه في عليها الزاويه بودا، والاتشيك نقطه كمان توريفسز، لانه شلون بده يكون في توريف وبده يكون في ايم وهو اصلا ما في نقطه بالاصل. وهون كمان لاحظوا عامل زاويه اشتبه ده، كم واحده طلعوا بير اي كي اتش دورت بشالت اعطى نقطه زور مويدو. هاي رجاء، بعد ما وضحنا لقينا سهل. مين اللي جاوبني اول مره؟ سته نور يمكن. ايه انا. ممتاز يا نور، تربحي معنا جائزه، نقدم لك اياها الدرس اونلاين. هلا بنقدم لك هيك اكله حلو مرتب، بعد شوي نعمل لك شير سكرين، انت اختاري اكله حلو شو ما بدك. شايفين درس الاونلاين نقدر نوزع جوائز على كيفنا، مثلا شو على بالك جائزه؟ لا شكرا، اعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك، يعني مثلا شوفي ها، ممكن اقدم لك لك لبسان يدفن ايفون 14 برو ماكس كا. اي لون بتحبي؟ اشتبورن، هاي هدية. شايفين ما احلى درس اونلاين، استاذ بيوزع جوائز على كيف. مين لسه بده يحل؟ بطلوا يحلوا الطلاب، شكرا يعني اذا جوائزكم كلها هي. هو درس اونلاين سنال، فطبيعي تكون هدية كمان سنال. قال الفي اكس والجي اكس توريفلري اشيت اولدونا غوري، قال لي توريفلري اشيت اولدونا غوري، بقول له بس يعطيك العافية. هذه توريفي حساب يالن تريفل اف اكس بنزل اس، شو بتصير؟ اتش اكس كاري. بنزل اس شو بتصير؟ اكس اكي تشارب اتش الت اكس، بس بجي بحسب تريفل هي جي اكس. لما حنزل اتش اضراب الا بقول اتش بتصير ا اكس كاري، لما بنزل اس بتصير اكي با اكس. طالما هنن اشت دائما اشت معناتها بالمقارنه اشتبكرت ا اشتر اتش والاكي ب اشتر اكس الت، يعني ب اشتر اكس اتش. دورو مو ديل مي؟ شيمد ني استمش ا بولو ب، يعني اتش بولو اكس اتش يعني اكس 1. وكذا زور مويدو، يعني مطلع لكم فرق الدروس اللي بحكي فيها انجليزي، بحكي لكم درس اليوم تركي عشان الطلاب بتحسسوا يقول استاذ ايش تحكي بدروس ممكن اونلاين بس انجليزي، هاي درس اليوم تركي. تفضل دوام الدروس. شلون شويه اسئله على الطرف كمان. يوزنجيل يونيفرستي يونيفرستي دي بولو دي اكس، ما تبي احسب التريف للي والاكس، بس ببساطه طالما الي والاكس دلالته بحسب التريف تبع الي لحاله، بحسب التريف تبع الاكس لحاله اتش تشارب اي كي يعني الت. قدر زور مويدو هاير شوكولا. ليش ما طبقنا القاعده؟ اي قاعده تبعيه التقسيم انه بتصير طرح وهيك؟ لا 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 لا، ما في تقسيم هون، مين قال في تقسيم؟ شوف في هي هي بدك بدك الحاله العلميه الحقيقيه، هي بدي اكتب داي بولو داتا بكون عم اقسم فوق وتحت على داتا، تمام، وداي اكس بولو داتا. اه طب يصير كانه بصير كانه بدي احسب توريف يي توريفين تيغره واكسين توريف تيغره، فشو بصير هون؟ في عندي اكي تي ار تي كي بلو الت تي، قدر بسيط. تمام سورولاردن كوركمان سير صارت تي ار تي بير
Yanlış mı yaptım? Yok, hani talayın iki ortak çarpan mıhtısırın. Bes, önemli değil. طلب مني احسب التريف مرتين للاكس للاف اكس واحط مكانه ايه. جزال مو جزال بسرعه. اين يونيفرستي؟ يوزنجي يونيفرستي. شو الناس اللي حساب ديجا؟ ف اول شيء بيجي بحسب البرنج التريف. البرنج التريف بحسب التريف للاكس كاري يعني 2 اكس شارب لين اكس. بعدين ارت بحسب التريف للن الاكس شارب اكس كاري. بعمل شوية اختصارات. تروح الـ x كاري مع الـ مع تروح الكاري مع البيربولو x. هدي أحسب التريف للمرة الثانية. نفس الشيء هون في عندي بياتهم شارب ما. هدي أحسب نفس الطريقة. التريف الـ x. ليش كتبت واحد على x؟ لأنه التريف تعلن الـ x وواحد على x. أوكي طب الواحد وين راحت؟ ما راحت لسه. ضلت واحد ضرب x هي x. لا الزائد واحد هي واحد ضرب x بير تشارب x. بيك لا مو هي ال x كاري فيها تنتين x. راحت واحدة من اللي فوق مع واحدة من اللي تحت. ضل عندي 2 x تشارب لين x part x بير تشارب x x. هلا بحسب التريف للمرة الثانية. إكي إكس شو هو التريف تبع إكي ولن الإكس بتضل نفسها بأول مرة آرت. بعدين بحسب التريف لن إكس هو بيربو لإكس بضربه بإكي إكس آرت تريف الإكس هو بير. شو بصير هون في عندي؟ شوك بسيط. تروح الإكس لفوق مع الإكس لتحت بحط الأي بعدين مكان كل شيء. بصير عندي إكي لن الـ A أرت بير تشارب إيكي إيكي أرت بير لأن الـ A هو واحد. 2 ضرب 1 2 زائد 2 4 1 5. شوف بسط زور ميدو براس شوف كولان. بس أنتوا لسه محافظين القواعد. بس تحفظ القواعد لحسو جدا بسيط لأن أنتوا بتعرفوا بالتشارب ما بيكلين بالشارب. لما يكون في عندي F شارب G وبدي أحسب التريف تبعون بحسب التريف للأول ضرب الثاني زائد التريف للثاني ضرب الأول. Hold them all. I'm get chillin. أنتوا كلكم بكرة عندكم اختبار الكل. دانا ونور شو اختباركم بكرة؟ لا بكرة معنا اختبار. بكرة ما سنة سنة بمبارمة. أنا أتشك ما عندي. أنت أتشك وتسنيم أتشك كم؟ إيه أنا وتسنيم. كوبيا تاكما أنا ما ضمني كوبيا 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 ما ya keşke ben bilmiyorum nasıl çekiyorlar. Teslima sor. O sana yardım eder. Hocam hiç bilmiyorum. Kobya'nın ustası Teslim. Yok yok. Olur mu öyle bir şey? Bilmiyorum gerçekten hocam. Abim her şeyi çözüyor. Ben değilim. Yani, o zaman bu kopyadır yani. Bu nasıl bir şey? Yok bu yardımlaşma. Pardon. Dayanışma. Kopya değil bu. Dayanışma bir şey. Kopya ayrı bir şey. Tamam. Tamam. Hadi sual. Sual Cemet Ankara. هذا السؤال هذا سؤال انتجرال. هذا ما السؤال كيف سؤال عفوا شوك باردن نستيونا. لا 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 باردن باردن هذا صح ثاني يلا شابتم. بس هون في عن كونتنتين هيك فوق بعض مو واحدة اكنجي توريف.
بحسب التراب الأول، أو قبل ما أحسب التراب الأول F صفر، F صفر حيصيروا كلهم صفر ما عدا مين؟ J. معناتها ال J قديش؟ بيش بحسب التراب الأول سير H X كاري إكي A X R تباوي، والJ بتروح حط صفر كلهم بيروحوا ما عدا الباء، معناتها الباء قديش؟ اوكي بحسب الإكينجي تراف اوتش اكس كاري بتصير الت اكس، والإكي آ اكس بتصير إكي آ الباء لأنه ثابت سي أو هي constant number فبتروح، بس بعوض هلا الصفر مين بيطلع لي؟ إكي آ معناها الـ إكي آ إكس دارت والـ آ إكس إكي، ما في بقي عندي موضوع جدا بسيط. شو هو؟ إنه بس حط الـ إكس يدير وحط كل شي مكانه اللون فا إكس يدير هي إكس يدير كوب مكان الـ آ شو بحط؟ إكس إكي إكس يدير كاري مكان الـ ب إكي كمل هيك مستحيل ار في اي كيت شارب اكس يدير مكان الجي اكس يدير كوب هو اكس يدير هوم دان لي اكس اي كي اكس اي كي ار في دير تروح هاي مع هاي والجواب اكس يدير صعب؟ هات سهل كمل كارا دينيس تكنيك يونيفرسيتي نستنش باردون بوشي هذا انتجرال هذا مو تراف لو نشوفه هذا عكس هو اعطاني التراف وطلب مني الاف اكس ويزدن بو انتجرال نايس استاذ شو يعني انتجرال؟ انتجرال تراف انترسه هناخذ الدرس الجاي تمام هو اخر درس بيوس اشتبو انتجرال درس بيوس دن يابني تمام شيء قد شلم بعتوا لي اسئله على الواتساب حاجة راح اعملهم شوفوا هيدا جيومتري بندر بان مي اي غير جيومتري دي جبل شو كمان جيومتري دي سيم يورو اوندا شكا ننسى درس اليوم برعاية أسئلة سنة جايبة أسئلة ما بعرف من وين من مكان جديد من الكرة الأرضية وجاي لعنا الصراحة فيهم أسئلة حلوة شو هي هاي التشالنج مكاد نريد أن أعرضه أستاذ من التليجرام أنا كنت حافظتها عندي أغلبها ما عرفت أحلها يعني حسيتها صعبة ديشك شو ديشك Evet. Yani bu yoz sorular değil. Şey tarzı. TYT ayeti tarzı. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Tamam. Ali neyse. Bir şey soracağım. انتو بتعرفوا انه هاي هاي الاشاره اللي هي زد 1 زد 2 معناتها هي الطول بين زد 1 وزد 2 صح؟ İşte budur. Bunu biliyorsunuz değil mi? أستاذ ممكن تعيد ما فهمت هاي الإشارة معناتها المسافة بين زد واحد وزد اثنين زي دير اللي زي إيكا عرس ذكي مسافة إيه بس هي هيك هيك بنقرأ هي معناتها المسافة أوكي. بينهم تمام بن بو 60 سبو 120
هي طبق كوسينوس تيوريمي. شوف أسرع طريقة هون طبق كوسينوس تيوريمي. كوسينوس تيوريمي بيديورسونس ده بيديورسونس شي يا بالم. سميها هي المسافة بس x عشان السهولة. أقول x كاري إشتر h كاري r t 2 كاري a eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 150. Fal x kare ya ibaran 9 4 12 kosinüs 150 yani eksi kosinüs 30. Eksi eksi bitsir artı bitsir hey kosinüs 30. حسب قوانين الإرجاع. أنا هي بالربع الثاني. 9 و 4 13. كوساين 30 هي كوكوتش بولي إيكي. 12 لكي قدر. فبضل إكس. كوك. 13. آرت. 6 و 3 كوك. طب أستاذ ليش حليته هيك؟ أسرع طريق. طب لو كان مثلا زائد، لو كان زائد شيء تاني ساعد. ما في زائد غالبا ما بيحطوا زائد. يعني لما تكون ناقص فينا نحله هيك. لو كان زائد تعرف شو بدي أعمل؟ شو غالبا بدي أحولها للشكل الجبري. تعرف شو يعني شكل جبري أنت؟ شو قصدي؟ اللي بيكون شكله AX ارتباعي، أو عفوا بيكون شكله A ارتباعي، يحولون للشكل الجبري بعدين اجمعهم بعدين طلعته. ايوه تمام. ابو فارس استاذ، اي قانون استخدمنا في اول خطوه؟ اول خطوه كوسينوس تيوريم. كل الخطوات نفس القانون. نظريه كوسين. انتوا بس لازم تعرفوا انه زد واحد ناقص زد اثنين معناتها المسافه بين زد واحد وزد اثنين. في قانون لالهيه على ما اذكر كان شكله انه جذر الـ A ناقص 1 ناقص. لو كان معكم الشكل الجبري مثلا هي اسمها A ارتباعي والـ 2 اسمها مثلا J ارتباعي، مسافة بينهم هيك بتذكر كان قانونه، تحطوا كوك بعدين بتقولوا A x j كاري ارتباع x d كاري. بس تخيلوا هون قديش كان بدي حول لحتى وصل لهذا الشكل لأقدر أطبق القانون. ليك طبقت الكوسينوس تيوريمي مرة واحدة كانت أسرع. تمام؟ تمام أستاذ. دوام الدليل. سينوس كوب أرتي كوسينوس كوب بير بولو بير إكس. تمام بكل أحد. اللي فوق هي عبارة عن مطابقة تكعيبية. شو هي المطابقة؟ سينوس X أرتي كوسينوس X تشارب سينوس كاري X أرتي باردن أرتي دي X سينوس تشارب كوسينوس X أرتي كوسينوس كاري X. اللي تحت هي قانون سينوس إكي إكس، حافظينه أكيد، اللي هو إكي تشارب سينوس تشارب كوسينوس إكس. تروح الإكي مع البير بول إكي. ماشي ديفان دي. اللي فوق هي كمان مطابقة، يصير كوساين إكس ناقص ساين إكس كوسين كوسينوس كاري أرتي كوسينوس إكس شارب سينوس إكس أرتي سينوس كاري. تحت نفس الشيء تروح الإكي مع البير بول إكي. سينوس كاري وكوسينوس كاري هي بير صح؟ صح. طب بس سؤال، مو حيصير هيك؟ هاد اللي فوق مو بصير هو شكله بير اكس سينوس اكس تشارب كوسينوس اكس، يعني هو نفسه اللي تحت؟
إذا أجيت وفكرت فيها. صح بيطلعوا مثل بعض. وهي بتصير نفس اللي تحتك اهو، نفس الفكرة. ها شو بصير عندي؟ سينوس إكس آر تي كوسينوس إكس آر تي كوسينوس إكس إكس سينوس إكس. تروح هاي مع هاي، طلع الجواب إكي كوسينوس إكس. وكرر تمام؟ تمام كمل. اوه ف يدي، ف تعرفي النقطة يدي؟ لازم تعرفي، لازم تعرفي امتى ال HXR تبير تعطيك يدي، يعني امتى ال HX تعطيك ألت، يعني امتى ال X تعطيك إكي، امتى ال النقطة اللي إكساتها إكي شو اللي هي تبع؟ يدي، معناتها الف يدي هي يدي. نفس الشيء عند الاون، بدك تقولي اتش اكس ار تبير هي اللي حتعطيني اون، معناتها الاتش اكس دوكوز معناتها الاكس اتش، هيك معناتها في اون يعني بتدوري النقطة اللي اكس تبع اتش شو اللي هي تبع دوكوز، النقطة اللي الاكس تبع بير معناتها كان يعني الاف بير معناتها الاكس تبع كانت صفر، النقطة الاكس تبع صفر شو اللي هي تبع بش. بيجي الترس فونكشن، بالترس فونكشن شو بتعملي؟ بتقولي النقطة اللي الياء تبع صفر شو الاكس تبع اكس اتش، باخدها وبعوضها هون، قول اتش شارب اكس اتش ار تبير يعني اكس دوكوز ار تبير يعني اكس ستيز. الترس فونكشن تمام بالعكس، طلع النقطة بعدين بتعوضيها هون. طب والاكس التا، النقطة اللي هي تبع اكس التا شو الاكس تبع اكس دورت، فشو بيجي بقول اتش شارب اكس دورت ار تبير يعني اكس يون 2 ار تبير يعني اكس امبير، اكس امبير وفي قبل اكس بتصير ار تو امبير. 7 و 9 16 و 5 21 11 ناقص 8 3 والجواب 7. سوري انلدن ايفيتو جام. يا أنا بظن من عندي في شيء وحيد دائما الطلاب يوقفوا عنده هو هذا اللي على اليمين تبع التيرس فونكشن. ايوه بيقول الطالب، بيقول الطالب ايوه. اعطيك السر ببساطة، كل طلاب بيخروا نفس الفكرة، ليش عم تطلع الاكس بعدين عم تعوض؟ ليش هنيك ما كنت تعوض، كنت تشوف شو اللي بتحطه مكان الاكس ليطلع؟ حقلك ببساطة، شو الموضوع على فكرة ابسط ما بتخيلي. مهيئ مو الترس فونكسيون عند الياء شو حيساوي؟ الاكس اتش اكس مار كبير هنا من جوا الاف، هيك بيمشي الترس فونكسيون. هلا حتقولي انت استاذ النقطة اللي الياء تبعها صفر، شوف هيك لك النقطة اللي الياء تبعها صفر الاكس تبعها اكس اتش، فبكون مضطر احط مكان كل اكس اكس اتش تمام؟ النقطة اللي الـ Y تبع X ألتا لك الـ X تبع X دور، شفتي كيف يصير التعويض؟ أيوة. أما هون لا، هون أنت بدك تفكري شو اللي حطيته جوا الـ F لحتى أعطاني 7، بتعرفي إنه هي الـ X. تمام. هلا فهمتي أحسن صح؟ صح. ممتاز. بير اي كيوتش كمسنده تمام لنون اف او جي اف او جي اكسي جزاي يابمين يا بكلا بسانية جي او في اكسي بير بكل أكثر من شيء قال ده ده أوجه
هي جيل بير فول يا طاني اتش. تاني نفكر فيها المشكلة هون، بحاول طلع جا اكس جي اس ناقص واحد للواحد. ثواني حكتبهم بس اف شكله ما بشكل شيء قال ده اف الجيل واحد، اف الجيل واحد قديش من هون؟ هي ثلاثة. طيب و اف الجيل اثنين هي شو؟ واحد. واحد. و اف الجيل ثلاثة اثنين. طيب اف الجين ناقص واحد لمين؟ للواحد هو اللي اعطاني اثنين، معناتها الجين ثلاثة بتساوي الجين ناقص واحد للواحد. يا اثنين يا قريب بسرعة ليسه. أستاذ بيجيب هيك أسئلة في الامتحان؟ أنا بس فصل عندي الإنترنت والزوم طلعني. ده أنا ممكن تكبسها اسمي تعملي لي ماك هوست أقدر أشارك الشاشة. شكرا. أوكي طيب.
طالما جيل الثلاثة هو نفس الجي أس ناقص واحد للواحد، معناتها عند الثلاثة هي اثنين. لا ممكن تكون واحد. يا كليفي راس افهم كرشت. جيل واحد هو جي اس ناقص واحد لاثنين صح. طيب اذا ثلاثة واحد تاني اثنين دي. هون حطينا واحد صراحة. هو هيك الموضوع حقوا علي ما بعرف شو صار، بس صدقا النت ما عاد اشتغل، صار فيه مشكلة حتى البيانات. ممكن يكون ده، أنا ممكن ترجع تحطيني هوست لأنه رجع اوكي يلا لعندك. أمرك لله، شعور مسؤولية كبيرة يعني أنت هوست. طيب نجي لهون، بس حوضح آخر نقطة هون. بعد هدول اللي كتبتهم تاع جيل الثلاثة والواحد هدول، من عندي هيك فكرت فكرة إنه يكتبون جي واحد اثنين ثلاثة. قال لي جيل الثلاثة هو نفس الجي أس ناقص واحد للواحد، فكرت إني حط تحت الثلاثة اثنين، تحت الاثنين واحد، فشو بصير في عندي؟ جي أس ناقص واحد للواحد هو نفس الجي الثلاثة. طب بس هون إجباري حتصير ثلاثة، جيل واحد ثلاثة وجي أس واحد ناقص واحد لاثنين ثلاثة، جيل اثنين واحد وجي أس ناقص واحد لثلاثة واحد. هلأ زبطت بعد ما عرفت الجي، صار كتير ما بسيط. كيف وزعتهم؟ شوف شنو وزعتهم، شفت ثلاثة وواحد هيك عكس بعض، أم حطيت تحت الثلاثة اثنين عكسهم اللي ما كان مكتوب معه، كتجربة جربتها أم زبطت. أوكي يعني ما في إلا قاعدة، هي كان فيها تجربة أكثر. تمام. والله ممكن يكون إلى قاعدة بدها تجريب. طيب على كل حال، هلأ جي أس ناقص واحد للواحد مين هو؟ طلع من تحت لفوق، واحد بيعطيني اثنين. جي أس ناقص واحد لاثنين من تحت لفوق بيعطيني ثلاثة، بينهم زائد. هلأ من فوق لتحت، الواحد هي ثلاثة والثلاثة هي اثنين، خمسة على خمسة الجواب واحد. طب بدك أحلى؟ ما كنت مضطر أعرف الجي كله، بتعرفي شلون كان فيني حلها؟ شلون؟ هدول اللي هون عندك مشكلة فيهم كيف جبتهم؟ أنا هن هدول اللي بالزاوية الجي ثلاثة تساوي هاي؟ الجي أس ناقص واحد للواحد. إيه إيه هاي فهمتها. هاي فهمتي. شوفي من هون لحل لك يا للسؤال، مكان الجي أس ناقص واحد للواحد ما فيني أحط الجي ثلاثة؟ إيه فينا. ومكان جي أس ناقص واحد لاثنين ما فيني أحط الجي واحد؟
مو صار الباي قد الباي ده بيطلع جوابي واحد دون ما أفرض أن عندي شيء. صح بيطلع واحد. يزال بالسهرة. X ضرب X أس ناقص 2 ضرب X أس ناقص 3 ضرب X. كوكلارين توبلا مكاشتر. ياب مين يا. ياب مين. تمام. بثانية. شو ميرو. كوكلارين. ريد كوكلارين. اشي تركرك چونك اشي تر صفر ديل بكلا دشميرو بصراحة ما خطر حال سريع ليلى فكر فيها يعني بفكر بس طلع حال سريع لو فيها فكرة غريبة ما خطر فيها. هلا استاذ انا خطرت لي انه احنا لازم نعملها معادله ونطالع التوبلام من خلال اكس بابل و بس ما عرفت كيف حنطالع المعادله. مشكله بطريقه المعادله اللي حيطلع فيها اكس اوس ديرت اكس اوس اتش اكس اوس كي اكس اوس بير. والله ممكن يكون في لها حل. المشكلة كم حد بده يطلع لها؟ 2 4 2 8 وإلك من حدود كتير طويلة غالباً في طريقة ثانية. عرفت شو قصدي؟ أوكي يعني لكي طريقتك فيها والله وجهة نظر كوكلارين توبلما إنه بعدين تطلعي أورتاك شاربان وبعدين أورتاك شاربان بالإكس بيبول أو هيك ويطلع معي الموضوع منطق له أما تشوف أظن زمان ألر لو تخلي في عندك سكيز سكيز تيرم شكار ماكيم يعني سكيز تيرم شكار نيس بكارس tam sayılar üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu tüm x sayıları için eşitliği sağlanmaktadır. F eşittir 37 olduğuna göre F29 kaçtır? Tamam çok kolay. F2 artı F5 eşittir 2 kare. F2 yanlış mı yaptım ben? بيطلع اكسي العدد الان ولا بيطلع مره اكسي مره ارتي مره اكسي مره ارتي تمام دشنيرو نيس لما حط اخذ ال 370 لهون بصير في عندي في 5 اشتر 370 اكسي 4 366 بس في عندي اكسي 366 هبدي اعوض مكانك ال اكس 5 بصير في 5 artı F7 eşittir 5 kare yani 25 kadar taraf yani F7 şu 366 artı 25 1 8 pardon 7 2 9 391 بكلين لاحظوا شو صار بهي ال 300 شو علاقة ال 391 بال 370 شو علاقتهم بينهم فرق 21 شوفوا شو راح تصير بين ال 2 وال 5 انتقل خطوة واحدة فنقصت 4 زادت 25 نقصت كم بعدها نقص بعدها 36 طيب لو وصل الفاير ميدوكوز فاير ميدوكوز شو بدي يكون حاطط مكان الاكس ليعطيني فاير ميدوكوز بدي يكون حاطط 20 صح
İşte 27 kare çok büyük bir sayı. Çok garip. Bekle. ما حينحل هيك 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 بينحل هذا بينحل خطوة خطوة. بس فهمت ليش هيك كان بكتب؟ يعني ليش كتبت 370 ناقص 4؟ قلت 370 لا هاي ناقص ما 2. فهمت. شو في الفكرة؟ هو أول شيء أعطاني الاثنين صح؟ ايه من الاثنين عرفت فيبش بس صار عندي اكس يتوزعت مش عارفة. بعدها بدي احط مكان كل اكس باش عرفت فايدة صح؟ صح. بعدين بدي احط عفوا فيسك از باردون كفهم كرشت وهي اكس ار اتش. بعدين الفيسك از مين راح اعرف؟ الفي امبير في امبير. بس لاحظي هن هدول الكاري اللي موجودين هون مرة بيصيروا ار تي مرة بيصيروا اكس على حسب اللي عم تنقليه على الطرف الثاني كان هو نيجاتيف ولا بوزيتيف. تمام هتصير هيك 370 اكس اكس 2 كاري ار تي 5 كاري اكس 8 كاري ار تي لحد ما وصل لل 27 بدي امشي اتش 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 ار اتش ار جدا. بعد السكيز بيجي عندي امبير كاري ار طب تي. سؤال، هلا الاف سكيز شوفي ليش شوفي صارت موجبة؟ اف سكيز لان الاف باش كانت نيجاتيف فلما اخذتها على الطرف الثاني حتصير بوزيتيف. اوكي. اكس اون دورت ار تو اون يدي اكس 20 ار تي 23 طبعا كلهم كاره هدول ها بالجين اولسون باردون 26 اخر شيء حوصل اكس 26 كاره دوره ما دوره 370 المشكلة أرقام غريبة كتير هون لوكوس تشارديتش عارفين يحولوا هي تبع A X B A R T B المشكلة هيك حتصير R T 3 تشارب 7 R T 3 تشارب 19 R T 3 كلهم R T أها وبدي أعرف اللي يرمي ألت كرة. السؤال هو طويل ما لسه هلا عم باخذهم تنتين تنتين 17 و 14 30 شارب او تزوير اكس باردون ارت اتش شارب كيرك اتش اكس 26 كاري بطلع الاتش لبرا اورتاك شاربان واجمعهم ونقص ال 26 كاري ما بينحل معي اسرع من هيك يعني طب باقي الحل هو من وين جبته؟ شو هو؟ الاتش لحقلك من وين جبت بس اول وحده وانت فكري فيها الباقي يعني. طيب على كل حال انا الاسئله اللي حتطلع حلها طويل رح ارجع اخذ نظره هيك لحالها. اعتبرتها بيش كاري اكس اتش كاري واعتبرتها بيش اكس اتش شارب بيش ار تي اتش باردون هبس يانلش يكي سوردون ليه؟ تمام. باردون بو اتش ديل يا يعني شاب رح حذف نص الحل هي إيكي هي بيش كاري اكس إيكي كاري هتصير بيش اكس تي إيكي تشارب بيش ار تي إيكي بار بار ار تي إيكي عين هتصير اتش تشارب يدي هاد اللي عملت الأمبير والسكين هتصير اتش تشارب اون دوكوس صار عندي اتش تشارب اوتوزبي اشتغل بايدة دوام عم حاول كنت سهل طريقة الحل يعني خليها دها كولاي يعني دها كولاي بير كل ده تشارب جا. طيب حكمل يا ابني يا
Birim çemberde D noktasında teğettir. BOD X ne istiyor? Kardaki verilere göre ABDC ABDC yağmur alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ya birim çember bu bir. Bunu biliyorum. İki. Tamam şuf. هي البي هذا بما انه هو تيت فهي هي تانجنت اكس تمام بس عشان تعرف المعلومه طيب وهذا الطول اللي نازل من هون هو نفسه هذا لو رسمت من هون هو نفسه هذا الطول اللي هو بهي الحاله هي هذا الطول اللي هون هو سينوس اكس هذا الحكي بيعتمد على فهمكم الموضوع شو صار لأنه هو هذا المسقط تبع يعني هذا هو على محور سينوس هذا هو نفس الطول سينوس إكس هي بريم تشامبر والأوجة هي هي كوسينوس إكس فالجدة هي اللي يعني هون هي مين هي بير إكس كوسينوس إكس هذا حتى تحسبوا الألان تبع اليموك لازم تكونوا حافظين القانون شو كان بيقول القانون في عندي قاعدتين قاعدة كبرى وقاعدة صغرى البيدة والأوجة هو مجموع على 2 مجموع على 2 ضرب الارتفاع يعني سينوس اكس تشارب تانجنت اكس بولو 2 جباردن ارت تشارب بير اكس كوسينوس اكس بس كأنه الباقي الموضوع كله توحيد مقامات ما عندنا حل غير انه نوحدهم اشتيا بجك شيوك تمام التانجنت هي سينوس بولو كوسينوس حيصير في عندي سينوس بولو كوسينوس اكس ارت باردون تفهم كرشت باقي الموضوع هو مجرد عمليات حيصير عندي اكس سينوس اكس شارب كوسينوس اكس اللي هي بولو كوسينوس بس الكوسينوس حتنزل ارت سين x هذول كلهم مضروبين بمين؟ بير x كوسينوس x في تحت عندي اكي هذول هون هم مجرد توحيد مقامات الخطوة اللي بعدها رح تطلع سينوس x هي لبرا ارتكت شارفا في عندي سين اكس سينوس بولو كوسينوس شارب سين كاري استاذ اذا ضربناهم بيصير عنا اكي كاري فارق واحد ناقص كوساين مربع ما حتزبط هيك ما رح تزبط هيك لان السينوس هي حتضل مضروبه فيها بيك لي براس بتزبط olmuyor. Neyse bak الموضوع هو بقى جواب اي هو مجرد في يعني بدي اضربه ايه اضربه واختصر يعني سينوس اكس تشارب كوسينوس اكس اكس سينوس اكس كوسينوس اكس كاري ارت سينوس اكس اكس سينوس اكس كوسينوس اكس وبعدين بدي اختصر يبجك شيرك جاني قلبي من هدول الأسئلة هي ورقة العمل معدة جدا آخر سؤال 999 بمود 7 باخذ أول شيء 999 بقسمها على 7 مشان طلعها هي بمود 7 قديش 999 تقسيم 7 هون بيطلع 1 7 إكس 2 29 29 تقسيم 7 فيها ب 4 4 في 7 28 ضل معي 1 19 هون فيها ب 2 فيها ب 14 طلع 5 تمام يعني حيضل عندي كان انا عم دور على 5 اس 2013 بمد 7
هون بحسب التكرارات، 5 أس 0 1، 5 أس 1 خمسة، 5 أس 2 25، بس بمد السبعة هي 4، 5 أس 3 باخذ آخر رقم طلع معي بضربه، بس 4 ضرب 5 20، بمد السبعة هي 6، 5 أس 4 باخذ دائما آخر رقم طلع معي، بس 6 ضرب 5 اللي هو آخر رقم. يعني مثلا 5 أس إتش شو طلع منه؟ 125. لا شو طلع منه الجواب؟ 6، باخذها بالخمسة أس أربعة مثل ما هي بس بضربها بخمسة، ما في داعي أحسب 625 كلها، هي الطريقة السريعة. بضرب الباقي بالخمسة. بالخمسة كل مرة بنتقل أس مشان السرعة، 6 ضرب 5 30، بمد السبعة هو 2، 5 أس 5 يعني 2 ضرب 5 اللي هي 10، بمد السبعة 3، هلا ما وصلت التكرار هي هون كارثة، 5 أس 6 يعني 3 ضرب 5 يعني 15 يعني 1. إن شاء الله ألف مبروك، هي أول تكرار. معناتها كم تكرار في عندي؟ عدوا، 1 2 3 4 5 6، في عندي 6 تكرارات، لازم آخذ 2013 قسمها على 6 بدون ما أقسم، كران 1 اللي بيحب يقسم، ليش؟ لأنه هي بتنقسم على 3 و2 إذا قمت منها بس 1، لا ثانية، 1 4 2 6، لا صح باردون، يلا شو بيردي، اتش تكرسم اتش اتش كلان اتش باردون، انا قسمت على السريع هيك اعتبر الموضوع، طالما الكلان اتش فالكلان هو عبارة عن بيش اس اتش، البيش اس اتش شو كان الكلان تبعه؟ الت، جواب ادير، في مشكلة؟ واضحة أستاذ، ممتاز. هذا لسه عنده أسئلة؟ بنجا بيقول لك يا تر عايزكم أصلا أنتوا نايمين اليوم، ما فيكم حدا مصحصح، إن شاء الله الأحد نشوفكم بالمركز ومنحل إن شاء الله. حبيبي يعطيك العافية أستاذ، الله يعافيكم، كان زي بكن قرشيش.